فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم طائفة من أصحابه بأشياء يريدون بها التقرب إلى الله وفيها مشقة على النفوس وحرمان للنفوس، نهاهم صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الخصاء، من أراد أن يختصي خوفا من الزنا نهاه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: نهينا عن التبتل وهو الانقطاع للعبادة وترك النساء، ولو أمرنا به لاختصينا أو كما جاء. فالله جل وعلا نهاهم عن ذلك رفقا بهم، الحمد لله. وأراد جماعة من أصحابه أن يسألوا عن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فيها، فلما أخبروا من قبل زوجاته رضي الله عنهن كأنهم تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال من قال: وأنا لا أكل اللحم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا، وقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واعتبره رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبرأ ممن فعله، مع أنه يريد الخير ويريد الزيادة في الخير، لكن الله لم يشرع لنا ذلك، لم يشرع لنا أن نشق على أنفسنا وأن نحملها ما لا تطيق، فهذا لا يرضاه الله جل وعلا، وليس فيه أجر ولا ثواب، لأنه غير مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه الذين هموا بأشياء من جنس ما كان يعمله أهل الكتاب، وقال: تلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم.